مع الصبر ناس واحد فاهم وعارف قدرات شخصيه المدرب اللي قدامك وما يقدمه فصبر عليه ودعمه وكانت نتيجتها ان في الاخر تطور الفريق في 4 سنين او 5 سنين 3 كؤوس ثلاث كؤوس ومن الصعب انك تاخد كاسين من النادي الاهلي يعني النادي الاهلي هو المفروض الفريق توب كاس ثم سوبر وكاس من انبي وانبي ساعتها برضو كانت في اشدها من الفرق الثقيله فطبعا دول يعني هي دي الفتره اللي بدا اسم فريقي حرس الحدود وامبي يبقى من المباريات اللي فيه متابعه واهتمام اعلامي عملوا طفره كبيره جدا بقى لهم شعبيه يعني. يعني تخطط كانت الانديه الشعبيه كان مثلا بيقولوا اهلي زمالك اسماعيلي مصر اتحاد مثلا او اتحاد مصري لا لما دخلوا الاثنين دول مع الصعود احتلوا مكانه الانديه الاسماعيلي احتلوا مكانه وبعد كده برضو من التجارب الناجحه يعني تجربه اهلي بنغازي لان دي فيها كفاح كبير جدا جدا في ظل الظروف كانت صعبه هناك في ليبيا ولكن الحمد لله تخطينا الظروف دي برضو التجربه الثانيه لما رحت توليت اهل طرابلس لان احنا خدنا فيها بطوله الدوري هناك بعدها واكللت مجهودي ببطوله خارج مصر واصبح في رصيدي انا كطار العشري يعني من 2000 لما ابتديت اتولى 2005 حتى 2018 يعني حقبه من الزمن رصيدي 3-4 بطولات. طيب ليه ما استمرتش تجربة نجاح الكابتن طارق العشري تحقيق مزيد من الألقاب والبطولات لأنه خلاص أصبح من الأسماء اللي لها دايما بيطرح اسمه مع أي تغيير الجهاز الفني للمنتخب الأول في بعض المدربين المصريين كان اسمهم بيشار إليه كان منهم يعني مؤخرا بقى لما دخل مجال التدريب كمان ونجحت تجربته كابتن حسام حسن دايما كابتن حسام البدري كابتن طارق العشري كابتن طلعت يوسف يعني في مجموعه بقى بيشار لها ان في ثقه في الراي العام الرياضي في قدرتهم على تولي مهمه المدير الفني للمنتخب الاول لماذا لم تستمر التجارب الناجحه واين هي تجربه حرس الحدود الان هو فين ليه ما استمرتش الامور بنفس الشكل نفس القوه اللي كان عليها الفريق ده ما استمرتش لان طبعا في كل في الحياه حتى في الحياه العامه بيبقى فيها صعود وهبوط وفيها نجاحات وفيها اخفاقات دي الحياه فلولا الاخفاقات ما تحققك النجاح اكيد فكل يعني انا انبي حققت معاه نجاحات كبيره جدا لان كان فيها مراكز متقدمه واعتبار انبي في المراكز المتقدمه في التنافس ده شيء جيد جدا جدا لكن كتخطيط لبطوله كان بتحتاج يعني وقت كبير لكن بالنسبه للكؤوس انت عارف دي البطوله القصيره ممكن انك تخطف كاس في لكن طبعا نظرا ان احنا يعني الفتره كانت التعاقد قصيره جدا البطولات اللي بيقاس على ثبات واستقرار مستوى الفريق فنيا فيها بطوله الدوري دايما بطوله النفس الطويل بالظبط كده وبعد كده لما انتقلت في عدد كبير جدا في الفتره ديت من ثم مشكلتي الكبيره جدا ان انا كنت بتولى لما كنت خاصه لما بخرج مصر دوري خارج مصر بيختلف عن في مصر فكنت ما باجي بتولى الفرق في منتصف الموسم يعني زي تكون متودي دجله السنه اللي فاتت زي تجربه المقاولين وللاسف شايفها ازاي التجربه دي تجربه وادي دجله طالما حضرتك اشرت لها الان وهي اخر التجارب حتى الان ولسه لا نعلم كل ما يثار من اجتهادات حول الفتره القادمه للكابتن طارق العشري كمدير فني ليه ما تمش تجديد التعاقد وكيف تقيم تجربه النصف موسم مع وادي دجله اول تجربه ناجحه جدا جدا لان وشاقه وفيها ريسك كبير جدا بالنسبه لي لان انا حطيت طبعا اسمي على المحك بشكل كبير جدا الفرقه كانت في موقف لا يحسد عليه توليت الفرقه وبعد 8 مباريات وهي بتحتل المركز قبل الاخير والكفاح كان محتاج جهد كبير جدا جدا عشان الفرقه تبقى وده اللي عملناه انك ازاي ترتب الاوراق بشكل لكن خدت مننا مجهود كبير جدا 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 سواء من الاداره من مجد سامي ما عندكش وقت كمان محتاج النتائج تتحسن بسرعه وللاسف يعني الوقت ما اسعفناش لان كل 3 ايام دوري كان مضغوط لان كان المفروض الدوري ينتهي قبل انطلاق كاس العالم فانت عاوز تصلح وعاوز تبني وعاوز ترتب وعاوز نتائج في نفس الوقت في بعض الاحيان مشينا كويس وبعض الاحيان اخفقنا وفضلت موضوع تعلق بقاء وادي دجله لاخر اخر 3 مباريات في الدوري لكن في الاخر وادي دجله الحمد لله بقى يعني انا بعتبرها معجزه طب هل تشعر من داخلك ان المسؤولين في وادي دجله يعني اعطوا الكابتن طارق وجهده في الموسم الماضي مع الفريق حق قدره ولماذا لم تكلل هذه الفتره ب يعني مفاوضات ناجحه لاستمرارك مع الفريق هم اتعرف لكل مجلس اداره تعرف له وجهه نظره يمكن السنه دي اكبر سنه اشوف فيها كم كبير جدا المدربين الاجانب خاصه في اتجاه الانديه
يمكن كان دايما معروف ان الانديه اللي بتجيب المدربين الاجانب خاصه هم الانديه الكبيره، يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك. النهارده الدوري ما شاء الله يعني عامر كتير جدا بالانديه، فطبعا مفيش شك طبعا ده لكل مجلس اداره حريه في التفكير في تطوير منظومه كره القدم في تهديد لفرص المدربين المصريين في الدوري المصري بهذا المعدل اللي احنا شايفينه يا كابتن طارق ولا لا؟ هل يزعجك ويزعج زملائك من المدربين ازدياد نسبه واعداد المدربين الاجانب في الدوري المصري كل عام؟ ما فيش شك طبعا ان لما بتفتح المجال للانديه بهذا القدر الكبير جدا من بتقلل فرص عمل المدرب المصري. لكن ما فيش شك في نفس الوقت لما بيبقى في مزيج من الانديه عندها مثلا مجموعه من المدربين المصريين مع مجموعه من الانديه الاجانب، في شك طبعا ثقافات بتتبادل، في التنافس الكبير جدا بين العقليات بتاعه المدربين، في استفاده كبيره جدا جدا.